خلينا نروح نتابع هيئة الأرصاد الجوية بتقول إيه. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، لطيف ليلا على معظم الأنحاء والرياح معتدلة. تفاصيل أكتر عن حالة الأرصاد النهاردة وعن حالة الأرصاد في الأيام المقبلة، احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني قبل ما نروح للتلات والاربع اللي شايفين عليه كلام كتير جدا، خليني اطمن من حضرتك النهارده عن حاله الارصاد في البلاد النهارده. النهارده طبعا الاجواء خريفيه ومش هيختلف كتير عن الايام اللي فاتت. درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه بالنسبه لهذا التوقيت من العام، طقس بيميل للحراره خلال ساعات النهار على السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره، وبيكون حار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. فترات الليل كلنا بنستشعر نسمات البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. صوت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وبيكون معتدل على جنوب البلاد. الشبورة المائية كانت موجودة الصبح على الطرق، خاصة طبعا على الطرق الصحراوية والطرق الزراعية القريبة من مسطحات مائية. ده بيقلل مستوى الرؤية الأفقية، ولكن بعد الساعة 7 صباحا بتبدأ تتحسن الرؤية بشكل كويس على الطريق. خلال هذه الفترة زي ما حضرتك ما نوهتي في البداية ان في حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية رصدتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية واصدرت بها بيان بالامس. الحالة دي هتبدأ يوم الثلاث وهتستمر معنا لغاية يوم الحد تقريبا. يعني ملخص هذه الحالة، فرص سقوط امطار يوم الثلاث على المناطق الغربية سواء كان السلوم، مطروح، الضبعة، خطاف، الاسكندرية. من يوم الاربعاء تزداد غزارة الامطار وتمتد الى مناطق اكثر، تصل الى باقي محافظات سواحلنا الشماليه ومناطق من الدلتا. يوم الخميس والجمعه والسبت تزيد غزاره الامطار وتصل فرص سقوط الامطار الى القاهره ومحافظات شمال الصعيد. طيب يصاحب طبعا سقوط الامطار انخفاض في درجه الحراره اعتبارا من يوم الخميس على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه، والانخفاض زي ما نوهنا في البيان هيتراوح من 4 إلى 5 درجات عن هذه الايام. طيب انا امشي مع حضرتك واحده واحده، يعني خلينا بكره شويه الاول. يعني امطار متوسطه بكره في القاهره وامطار غزيره في الاسكندريه وشمال سيناء. لا يا فندم، يوم الثلاث تحديدا امطار متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه. متوسطه على السواحل الشماليه في القاهره، اليوم مطروح، طبعه، اسكندريه. مفيش فرص مطر على القاهره يوم الثلاث، انا ما قلتش ثلاث. تمام. فرص القاهرة بتبدأ في المطر من يوم الأربعاء، أمطار خفيفة وبتزيد فرص القاهرة أيام الخميس والجمعة والسبت. طيب الأمطار يا دكتور، احنا بنشوف المانشيتات مرعبة، يعني طقس غير مستقر زي ما شفنا في شهر مارس اللي فات اللي هي الحاجات الرعدية والأمطار الغزيرة. ده هيكون الحال ولا بقى خف شوية؟ الأمطار يعني هتكون غزيرة على السواحل الشمالية، الأمطار هتكون غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ممكن تكون متوسطة إلى غزيرة على القاهرة في نهاية الأسبوع، ولكنها أقل حتة وأقل كثافة من السواحل الشمالية وأقل من حالة مارس. تمام. طيب بالنسبة لحالة البحرين النهاردة يا دكتور، تمام؟ لا إن شاء الله البحرين النهاردة نظرا لهدوء الرياح، البحرين في حالة اعتدال سواء البحر المتوسط أو البحر الأحمر. ارتفاع الأمواج بيتراوح من متر إلى متر ونص في العمق، مهيئين تماما لكافة عمليات الصيد والملاحة. طيب احنا تقريبا من يوم الحد الجو هيكون يعني رجع لطبيعته، تمام كده؟ لا، احنا قلنا حاله عدم الاستقرار هتستمر معانا من الثلاث ليوم الحد. طبعا خلال الحاله بنبدا نعرف بالظبط بعد بدايه حدوثها هتنتهي امتى بالظبط، هل هيكون ليها اثار يوم الاثنين ولا لا. طبعا يعني مش عايزين نسبة الاحداث لان الموضوع فاضل فيه اسبوع، انت حضرتك بتتكلم على يوم الاثنين، اسبوع من دلوقتي. صحيح. فطبعا فصل الخريف فيه تقلبات جويه حاده وسريعه ودي من اهم سماته، فاحنا بنتابع مع بعض النشرات اليوميه وبنتابع حاله الطقس اول باول ان شاء الله. تمام. طيب نصيحه حضرتك في النهايه لولادنا اللي هينزلوا المدرسه في الايام اللي هيكون فيها امطار. طبعا مهم جدا لأولياء الأمور مع متابعة النشرات الجوية ومعرفة أماكن سقوط الأمطار الغزيرة القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار للتحكم طبعا في عجلة القيادة. أبنائنا الأطفال برضو السواقين الباصات اللي على الطرق السريعة يكونوا حذرين جدا في القيادة، نطلع بدري شوية ونكون هاديين على الطرق. الاستعجال مش كويس خالص في حالة عدم الاستقرار،
سواء كان في وجود شبورة أو في وجود سقوط أمطار. صحيح. بالنسبة طبعا لأولياء الأمور يبقى مهم جدا بالنسبة للأطفال متابعة درجات الحرارة الصغرى في الصباح الباكر عشان تحديد نوعية الملابس اللي بنلبسها خلال هذه الفترة. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور وربنا يستر. بشكر حضرتك جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.